تنضم إلينا مراسلة العربي كريستين ريناوي. صباح الخير كريستين، ماذا رصدت اليوم من أعداد للمقتحمين والإجراءات الميدانية المرافقة للاقتحامات؟ وعد ارتفاع ملحوظ بأعداد مقتحمي المسجد الأقصى من المستوطنين والمتطرفين اليهود تزامنا مع احتفالاتهم في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي. مكتب حراس المسجد الأقصى أفاد لي التلفزيون العربي بأن عدد المقتحمين تجاوز 435 حتى اللحظة، وفي هذه الأثناء مجموعة إضافية من المستوطنين تقف عند باب المغاربة وهي بصدد بدء الاقتحام الذي يبدأ من باب المغاربة. هنالك جولة استفزازية تمر هذه الجولة من محيط المصلى القبلي ثم الجهة الشرقية عند باب الرحمة. هناك يؤدي مستوطنون صلوات علنية بأصوات عالية، ينبطحون أرضا ويؤدون ما يسمى بالسجود الملحمي، صلاة علنية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وفق ما أكد لنا مكتب حراس المسجد الأقصى. ثم تستكمل هذه الجولة على أن تمر من باب الأصباط إلى بابي حط والمجلس، ويخرج المستوطنون من هذا الباب الذي خلفي الذي هو باب السلسلة. هذا الباب معظم المستوطنين يخرجون منه من بعد انتهاء جولات الاقتحام. أيضا هنالك نشر مكثف للشرطة الإسرائيلية التي أعلنت أنها بصدد نشر بشكل يومي أكثر من 3000 عنصر من أفراد الشرطة. هذا اليوم إلى جانب أيضا اقتحامات المسجد الأقصى يوجد صلاة في حائط البراق، وعد تسمى صلاة بركة الكهنة. عشرات الألاف من المتدينين اليهود يصلون إلى حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى تحت حراسة أيضا وتأمين من شرطة الاحتلال، وهذا ينعكس على زقاق البلدة القديمة. يكون هنالك حركة كثيفة للمستوطنين للمتدينين اليهود، وهؤلاء المستوطنون أيضا يعبرون عن حقدهم للفلسطينيين بشكل عام، يبزقون يشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعبر عنه المستوطنون بشكل شبه يومي تحت مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال التي هي منتشرة بشكل كبير. عسكرة إضافية تمتاز بها مدينة القدس بسبب إجراءات الاحتلال الميدانية، وهذه الإجراءات والنشر المكثف للعناصر المسلحة هذا أيضا يدفع بعض الناس للتخلي عن الوصول إلى البلدة القديمة تزامنا مع هذه الاقتحامات. هنا نشير إلى أن هنالك إخلاء لساحات المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فارغ من المصلين تماما كما قال لنا مكتب حراس الأقصى. في الأيام الماضية شهدنا بأنه جرى إخراج الشبان، منع أيضا المصلون من الجلوس قبالة المصلى القبلي، والآن كما تشاهدون المستوطنون يعرقلون العمل، يدلون بتصرفات وبإشارات بذيئة، يصورون أيضا الأطقم الصحفية الموجودة ومن بينها التلفزيون العربي الذي يرصد أيضا تجاوزات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تزامنا مع هذه الاقتحامات المتواصلة. هذا العيد وعد هو يستمر أسبوعا لينتهي مساء يوم الاثنين، وهذا ما يجري في مدينة القدس المحتلة في كل موسم عيد يهودي. يتم إقحام المسجد الأقصى ويتصرف المستوطنون وكأنه مكان لصلاة اليهود، يرتدون لباس العيد، يؤدون طقوس تلمودية بداخل المسجد، وهذا طبعا يستفز مشاعر الفلسطينيين والمقدسيين الذين يضيق على دخولهم للمسجد الأقصى. الشبان يمنعون من دخول المسجد الأقصى، أيضا يتم احتجاز بطاقات الهويات، العشرات من المبعدين، وهنالك حملة من الإبعادات والترهيب والاستدعاء للتحقيق ترافق كل موسم أعياد. آخر موسم كان في مدينة القدس من الأعياد وعد كان في سبتمبر الماضي، رأس السنة العبرية، أيضا عطلة يوم الغفران، ومن ثم أسبوع عيد العرش الذي في نهايته كان هنالك عملية 7 أكتوبر، طوفان الأقصى التي قالت حركة حماس إنها تأتي نصرة للمسجد الأقصى وللتصدي لمحاولات تقسيمه زمنيا أو مكانيا أو التعدي عليه كمكان وأهم من أهم المقدسات الإسلامية في العالم، والتي أيضا يدافع عنها الفلسطينيون هنا في الأراضي المحتلة. وعد أذكر فقط على أنه منذ 7 أكتوبر أكثر من 20,000 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال. شكرا لك كريستين ريناوي مراسلتنا في